العالم أفضل بوجود الرياضة. الرياضة ستساعد على وقف الحروب وتكريس الصداقة والمساواة بين الشعوب. تلك المبادئ هي أسس ميثاق الألعاب الأولمبية. الرياضة عطاء، حياة وإنسانية. وبما أن إسرائيل لم تحترم أي من هذه الشعارات، فقد دعا 23 نائباً برلمانياً فرنسياً اللجنة التنظيمية للألعاب الأولمبية المزمع إجراؤها في باريس لحرمان الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في هذه النسخة من رفع علم بلدهم والاكتفاء براية محايدة رداً على المجازر التي تقوم بها إسرائيل في غزة. فهل هي سابقة أو بدعة؟ طبعاً لا، فقد سبق وأن عوقبت حكومة جنوب إفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصري حينها، وعوقبت بيلاروسيا وروسيا بسبب الحرب على أوكرانيا كنوع من العقوبات المعنوية. فهل ستشهر اللجنة التنظيمية هذا السلاح الناعم في وجه إسرائيل؟ أم ستخرج أوروبا ميزانها الأعرج مرة أخرى في كل ما يتعلق بتجاوزات الاحتلال؟